ونعود إذن مشاهدينا إلى ضيفنا في الاستوديو السيد طارق خقيش مدير عام إدارة الأصول لدى مينا كورب. أهلا وسهلا بك. دعنا نتحدث طبعا عن الأداء في الأسواق الإماراتية باعتبار أن أنهينا 6 أشهر الأولى من هذا العام، ننتظر حاليا نتائج الربع الثالث، لكن برأيك باعتبارك طبعا مدير إدارة الأصول لدى مينا كورب، كيف قيمتم الحركة الاستثمارية عموما، حركة المستثمرين، كيف كان التوجه خلال هذا النصف الأول من هذا العام، وهل الأداء كان في متوقع أو كان ضمن متوقعات المستثمرين؟ أكيد هي أقل من التوقعات، زي ما لاحظنا إنه الأسواق العالمية كان عندها أداء إيجابي أكثر بكثير من الأداء المنطقة الخليج، وهذا طبعا فيه له أكثر من سبب. أول إشي الأوضاع السياسية في المنطقة عم بتأثر على ثقة المستثمرين، السيولة عم تنخفض، تراجع أسعار النفط عم بيؤدي إلى تراجع عملية المصروفات بالنسبة للحكومات في المنطقة، وبالتالي نسب النمو في المنطقة عم تنخفض. في التوقعات المستثمرين السابقة كانت خلال الفترة الماضية طبعا لما كان سعر النفط بحدود $120 كانت يعني توقعات مبالغ فيها. بنفس الوقت كمان في أخبار إيجابية بالنسبة للأسواق العالمية، الانتخابات بأمريكا وترامب والنجاح اللي عم بيحققه السوق الأمريكي بنسبة النمو والبطالة عم تنقل هاي خلينا نحكي الأموال من الأسواق خلينا نحكي الضعيفة أو الأقل نموا للأسواق القوية، فبالتالي نلاحظ هناك في اهتمام أكثر بالأسواق اللي هي خلينا نحكي مش ناشئة، الأسواق اللي هي developed countries زي أمريكا وأوروبا. بالنسبة للمنطقة أكيد في هناك تراجع بالنسبة للنمو، يعني حتى بالنسبة خلينا نحكي اقتصاد الإمارات النمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع كان 2.6، المصرف المركزي إعاد كمان التقييمات ل 2.3، وبالتالي في هناك نظرة عامة أنه هناك في تباطؤ بالنمو، بس طبعا الشركات لسه عم بتحقق أرباح والتقييمات تعتبر معقولة، بس الأموال عم تنتقل إلى خلينا نحكي الأسواق اللي هي عم تعطي عائد أكبر. طيب إذا نظرنا إلى أداء الأسواق الإماراتية في النصف الأول، سنجد التركيز بشكل كبير على الأسهم الصغيرة ومضاربات، يعني كما ذكرت منذ قليل أنها لا توجد عوامل تدفع ثقة المستثمر للتواجد في السوق. اليوم أيضا نشاهد هذه الحالة، شاهدنا اليوم في جلسة اليوم جي اف اتش أشراق العقارية تسيطر على معظم فترات الجلسة، وكانت هناك ارتفاعات ربما قوية على جي اف اتش أيضا. يعني هل ستستمر هذه الحالة لفترة طويلة، وحتى هذه المضاربات لا تتسم بسيولة كافية؟ صح، انخفاض السيولة عم بيؤدي إلى أنه المضاربين يتحكموا أكثر بالسوق، وبنشوف نحن زي جي اف اتش وإشراق حتى في أسهم مثلا دماك الصبح كانت مرتفعة بحدود 6-7% على 5 مليون درهم تداولات، فنحن عم بيكون هناك تأثير أكبر على سعر السهم بنسب قليلة من التداولات، وبالتالي ما عم نشوف المستثمر اللي هو طويل الأجل أو خلينا نحكي على المدى المتوسط، سبب أنه الأحوال في المنطقة غير مستقرة، فالمستثمر الحالي هو الموجود هو المضارب، بس طبعا هاي تدفقات السيولة اليومية رح تخلق كمان نوع من التفاؤل بالمستقبل، وممكن تجلب مستثمرين خلينا نحكي على المدى المتوسط، بس الفترة الحالية بسبب التغيرات يعني خاصة النفط انخفض بحدود 20% من أول العام، نحن عم نحكي كان سعر يعني حتى كسر $50، فهذا تعتبر اقترب من الخمسين بالضبط، فتعتبر كسرة الخمسين كانت الفترة الماضية كانت يعني تعتبر خلينا نحكي سلبية بالنسبة للأسواق المالية، لأنه طبعا التوقعات أنه الحكومات رح تكون في هناك عملية ترشيد مستمرة بالنسبة للمصروفات. لكن باعتبار أن المنطقة عموما في الخليج هي تستقطب استثمار أجنبي، وهناك تعامل يعني إيجابي بالنسبة للاقتصاد سواء القطاع المصرفي وغيره، لكن الحركة عموما حاليا في الأسواق الإماراتية ربما هي لا تعكس ما يوجد عليه الاقتصاد الكلي، لكن دائما ما كنا نتابع يعني أنه بتوجهات للمستثمرين مع الأخبار بالنسبة للأسهم، ربما التراجع الذي كان على أرابتك وأيضا دريكانسكر وإعادة الهيكلة، وهذا أعطى
نوع من الهدوء للمستثمرين، خاصة الأفراد اللي اعتادوا أنهم يدخلوا بسهولة يعني مضاربية ويكون هناك يعني أداء إيجابي في السوق. فقط إعمار الذي ربما حافظ على نوع ما من المستويات السعرية تبعه. بالنسبة لك حاليا، ما الذي يجب أن ينظر إليه المستثمر قبل أن يدخل في أن يؤسس محفظته؟ هل ينتظر العوامل الخارجية أم ربما نفط، أم أن ينتظر النتائج المالية التي سوف تصدر طبعا في الأسابيع القليلة المقبلة؟ كلها هاي عوامل مرتبطة مع بعض. ما يعني أي تأثير خارجي على أسواق خلينا عالمية، ارتفاع أسعار الفائدة راح يأثر كمان على البنوك المحلية. كل العوامل اللي ذكرتيها راح تأثر على قرار المستثمرين، وبالتالي لازم يكون كل هاي خلينا نحكي من ضمن دراسة المستثمر. بالنسبة خلينا نحكي للاقتصاد، زي ما ذكرنا راح ينمو بحدود 2.3، وبالتالي حتى التقييمات تعتبر بالنسبة خلينا نحكي سوق دبي أقل من الإمرجينج ماركت بحدود 20%. فيعني هناك في خلينا نحكي المخاطر قليلة بالنسبة للانخفاضات، بس طبعا الارتفاعات ما راح تكون محدودة، السبب إنه في مواضيع أخرى زي المواضيع السياسية، موضوع النفط، هل إنه الحكومات راح تستمر في الإنفاق بنسب زي السابق. طبعا اعتدنا نحن المناطق الخليج كانت عملية المصاريف تكون أو المصاريف على البنية التحتية مرتفعة، وبالتالي أي ترشيد بالنسبة للحكومة راح يأثر على أرباح الشركات المدرجة. فكل العوامل اللي ذكرتها مرتبطة. طيب، نتحدث عن دانا غاز، وهم أعلنوا أنهم سيتواصلوا بشكل مباشر مع حملة الأسهم لتحديد أو تزويد معلومات عن عملية إعادة هيكلة الصكوك. يعني هذه العملية ربما اليوم دفعت السهم لبعض الارتفاعات، ولكن يعني التساؤل، هل بالفعل السوق أصبح مستوعبا لهذه الأخبار، أم أننا سنشهد المزيد من الارتفاعات في على السهم؟ يعني كنا شاهدنا ارتفاعات قوية في الفترة الماضية. سهم دانا غاز طبعا مرتبط ارتباط كامل بعملية التدفقات النقدية للشركة، فإذا تباطأت عملية التدفقات أو التحصيلات اللي هي من مصر أو كردستان راح تواجه المشكلة كبيرة الشركة مستقبلا. عندها 700 مليون دولار استحقاقها بأكتوبر، تم عملية خلينا نحكي مؤقتا من قبل محكمة الإمارات بالشارجة والمحكمة البريطانية أنه يوقفوا عملية أنه يرفعوا قضايا على الشركة، وبالتالي أعطت خلينا نحكي فترة للشركة لتستطيع أنها تحاول تحسن مستويات السيولة. فإذا ما صار في هناك خلينا نحكي دفعات من إقليم كردستان أو مصر، وما صار في هناك إعادة جدول للشركة لديون الشركة، أكيد راح الشركة تواجه مشكلة كبيرة بعملية خلينا نحكي إعادة جدول السكوك. ف يعني المستثمر راح لازم يكون شوي واعي بالنسبة لهذه الفترة، لأنه لازم يكون يعني يعرف كل المواضيع المرتبطة بهذا السكوك. يوم الخميس راح يكون في هناك مكالمة مع اليونت هولدرز أو السكوك هولدرز، بس بنفس الوقت في تخوف يعني أنه يكون في هناك عدم اتفاق، وبالتالي ممكن يأثر سلبا على السهم. نشكر تواجدك معنا سيد طارق قيقيش، مدير عام إدارة الأصول لدى مينا كورب. شكرا جزيلا.